الآن محبط إحباط شديد، شباب محبط صراحة يعني، لأنه الشباب الآن إحنا قاعدين نشوفه في الشارع، هدول 90% منهم خريجين بتاع الجامعات، معهم يعني درجات بكالوريوس ماجستير، في ناس معهم دكتورة. الواحد مستقبله مجهول، ما لاقي وظيفة، ما لاقي مشروع، ما عارف هو ذاته حيتزوج بتين وينجب أطفال بتين. الآن الأعمار السنية ذاته بتاعت الزواج والارتباطات ارتفعت من العشرينات الآن أربعينات نعم وصلت الآن للأربعين سنة. أنا ألقى ناس واحد عمره 40 سنة ها وما قادر يعمل أي حاجة، إيد ورا وإيد قدام. صحيح والله فعلا. في نفس الوقت بتلقى الشاب هذا إنسان مسؤول، مسؤول من أسرته، وحتى مش الأسرة الصغيرة، حتى الأسرة الممتدة. يقول لك يا أخي أنا اتصلت لقيت خالتي عيانة، أنا في جيبي لقيت مثلا مبلغ معين أنا حرسله لخالتي، عندي عمتي، عندي أختي مثلا منفصلة قاعدة مع أولادها. يمكن حياتنا الاجتماعية يعني هي مختلفة، يمكن حياتنا الاجتماعية هي طاغية. نعم نحن حياتنا الاجتماعية مختلفة تماما وتربيتنا مختلفة، ونحن نحمد الله لأنه يعني نحن سودانيين، لأنه كمية التكافل والترابط مثلا النفايات، وخاصة أنتوا ناس الخرطوم وناس الدرمان يعني برضو قدمتوا نموذج مسألة التكافل ومسألة النفاجات مع بعض، لأن أنا شفت بيوت كثيرة جدا من بنية الدرمان العتيقة ما زالت النفاجات دي موجودة، وما زال الجار يتفقد جاره، يعني لو جبت بطيخة لازم تكسب النص تدي جارك، يا سلام. عملت طبخة هنا جميلة لازم تناول جارك من هناك. الشباب الآن يفتخر لهذه المسألة. نحن كنا طلبة من أجل البيوت يعني كلها عبارة عن أكلات سريعة، سندويتشات، فلافل، طعمية، مش عارف ايه، لانه الاكل ذاته اصبح غالي، يعني الاكل بيجي الصناعة مكلفة. اول زمن ذاته الناس كلها نعم. الان مع زمان انت بتتكلم عن زمن الناس الان بياكلوا سندوتشات، لانه كل زول بيجي وقت براو، لكن زمان الناس ديل كانوا بيجوا الساعة 2 يعني صراحة. احنا هدرنا زمن الصينية احنا هدرنا زمن الصينية يا استاذ ناهي، زمن الصينية ولما العائلة السفرة يعني اكتر من كم صنف في الطبلية بتلقى في حاجة مفروك، في حاجة طبيخ، تلقى السلطة دي حاجة اساسية تمام.